لكن يؤسفني أن أقولها على الهواء مباشرة بأن إحدى أسرى الحشد الميليشياوي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من أي السكم البم، لا يتحدث ولا يتكلم ولا يسمع، من ذوي الاحتياجات الخاصة للأسف. ولكن معاملة الأسرى من قبل طلائع قواتنا المسلحة هي معاملة حسنة ومعاملة أكثر من ممتازة. سلاح الجو والطيران العمودي الذي أرهق الحشد الميليشياوي يقوم بالدور المناط به على أكمل وجه وأكثر حتى من الممتاز، وقام باستهداف الميليشيات الهاربة من العزيزية ومن الساعدية، وبعد الضربات الجوية التي قامت بها الطائرات العمودية بعدها مباشرة تقدمت القوات المسلحة على الأرض. أيضا القوات المسلحة سيطرت على كوبري الزهرة من محورين بعد وصول ربما بعد أن أعطيت الأوامر بالتقدم، وهو تقدم ملحوظ للغاية، الجميع شاهد وسمع بالأخبار المفرحة والمعنويات تعانق السماء. أيضا سلاح الجو قام باستهداف مقر الميليشياوي ما يعرف بالبقرة في تاجورة، وحالة من الرعب أصابت صفوف الحشد الميليشياوي. هناك ميليشيات هربت من محاور القتال. أيضا هناك اشتباكات فيما بين مجلس شورى بنغازي الإرهابي ومجلس شورى درنا الإرهابي مع وزارة داخلية حكومة تسخيرات الداعمة للإرهاب. تقدمات جديدة، الأوضاع تسير بشكل ممتاز، والأوضاع الخدمية هنا بدأت تتحسن بفضل الله. ثم القوات المسلحة وصلت كما قلتها سابقا، الحكومة الليبية المؤقتة الحكومة الشرعية وصلت إلى المنطقة الغربية، بدأت عجلة الخدمات تدور وبدأت الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها. الأوضاع الميدانية كلها لصالح القوات المسلحة. الساعات القادمة والأيام القادمة من صباح سنشهد قرب حسم المعركة، والعاصمة طرابلس تقترب شيئا فشيئا من النصر المبين، وقاب قوسين أو أدنى سنكون على الهواء مباشرة من قلب العاصمة. نعم مصر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك منذر عبد الناصر مفدي بالحدث إلى المنطقة الغربية، كنت معي عبر الهواء مباشرة.